خوت. شو ها؟ شو هاد يعني؟ مصاري مالك طاسس كمان؟ أنا معي مصاري، ما بدي مصاري. إيه بعرف مو لإلك. لكن شو بدك عامل فيهم؟ هدول مشان تشتري علبتين حلو من عند البغجاتي. وليش مين جاي لعنا؟ جاي ضيوف. ومين هن الضيوف؟ خطابة لبنتك نداز، يلا اهلكني أسئلة. بس بالحارة ما حدا فاتحني بهالسيرة. بالله إن شاء الله فكر حالك رجال بالحارة وحاسب حالك على رجال الحارة ليقولوا لا. يلا روح. مثل ما بدك. خلصني لا تطول. يلعو قلبك. شو هاد يا؟ طلع لي خلقي. ندى! تعي ساوي لي فنجان قهوة، هذا أبوكي وشع لي راسي. وهي علبتين حلوة وصيتيني عليهم. مني حلبتين كريمة بتعمل على المطبخ. ما قلت لي مين الخطابين اللي جاي يخطبوا بنتك؟ بيت العلبشي. هدول من الحارة؟ من الحارة، كم مرات حارة، بيت يعني هذا ابن أبو سليم. وقت اللي هي مصطفى. ايه مصطفى. لك هذا واحد ازعر، لك ازعر واحد بالحاره. ليك منير لا تعمل لي قصص ومشاكل، انا رضيانه، انت خليك على جنب. لك شلون ضل على جنبك؟ انا ابوها، معقول جوزها لواحد سعودي؟ مرحبا ابوها حبيبي. اسمعها لا ترجع لي راسي، ما بقى جماعه الا يوصلوا. كيف ما غياب اطلع لبرا، يلا قوام بدي اعرف استقبلهم. روح! كم فنجان قهوه انا بدي اشرب باليوم؟ امي؟ نعم. باينت امه للعريس حبابه مو هيك؟ ماشي حالها. يعني قولتك بكون عجبته؟ مو مهم. المهم انه يعجبوني حبيبتي. وانا؟ انت شو دخلي؟ انت بتمشي مثل ما عم اقول لك على الصراط المستقيم، حسك عينك ما بدي اسمع صوت منك، فهمتي؟ حاضر يا مو. بس انا كان عندي سؤال صغير. ليش الناس بتحكي عن مصطفى وبيقعدوا يحكوا عن اخلاقه؟ انا شبتي فيه وباخلاقه، ان شاء الله بينفقع هو واخلاقه. المهم فتحيني مخك امي، مهم جيبته. اجا اللي بيسال الثاني. جيبته. ابي ندى زكاتك تركيني انا وامك لحالنا. حاضر يا ابي. تعي خدي هي معي. طمنيني شو صار معي؟ اطمن كل شيء تمام، اتفقنا، قرينا الفاتحه، فصلنا النقل على دوز بارا. استهدي بالرحمن، خلصنا لك منين؟ ماشي الحال صغري، ماشي الحال. وكل الله، ياما في ناس الله هداها، بعدين انت ادعي انه عريس بنتك يصير مني. وكل اللي انه بنتي مو هابه ما غير المصاري. شو الغريب بالموضوع؟ ما حرمتك ولازم تعرفها، لازم تكون حفظتها. لك يا صغري يا كرمه، لما بتوصل الشغله لاولادك ما بتعود تفهم حدا ولا تحفظ حدا. انا شو ذنبي ارمي اولادي الرميه؟ عدم المؤاخذه، يعني انت هلا جاي تغير بعد هذا العمر؟ انت من الاساس كان لازم من زمان ما تعطيها مجال. مزبوط. عم تطمني على ندى؟ ندى ببيت جوزها، شو جاب على بالك هلا؟ صار لها شهر متجوزه، والله اشتقت لها. تعال نبكي، شو رأيها؟ خلص بس طفنا جوزها بجيبها. طيب يا امو خلينا نحن نروح نزورها. شو بدك انت الثانيه؟ انت هي باللي جايكي. ليش مين اللي جايها؟ جاي عريس مو حاجتها؟ ومنو هذا العريس اللي جاي؟ توفيق المهدي. توفيق المهدي ما غيره؟ هذا اللي كنت انا وياه بالكتاب. كل العالم خير وبركه. رح اقوم افتح. قومي. بس هذا كبير كثير عليها. خلص بقى، والله ضيقت لي خلقي.
مو مهم كبير صغير، مهم جيبته مليانه، مع المصاري ما بتاكل النيران. خافي الله يا حرمي، خافي الله، ما بيهمنا غير الدنيا غير المصاري. بالله؟ ما بيهمني غير المصاري، وبدي بناتي يترفهوا حلوين بالبالهم دلال، مو احسن ما يتجوزوا جوازات معطره، وين سدت لي نفسي منيحه؟ امي الحينه تفوس ايدك، جوزي هلكني من الطرب، ما عاد قدراني اتحمل. الله يوفقك الله، اشكيكي لله. اخ يا بدر، يعطيك العافية أبي. أهلين أبي. وين أمك؟ أمي راحت لعند أختي كريمة. وليش راحت لعندها؟ اليوم مرق صهري لعنا وقال لها لأمي تروح تجيب أختي كريمة، لأنه رمى عليها يمين الطلاق. بقى أمي بهدلته وعملت له اللازم وراحت تجيب أختي. ما بتعرفي ليش طلقوا؟ والله ما بعرف يا أبي، هلأ بس يجوا اسألهم. ولا قوة إلا بالله. الله لا يوفقك يا ضلالية، الله ينتقم مني، خربتي لي بيت البنتين، الله لا يوفقك. لك الله ينتقم مني. وين كنتوا؟ بالسوق. شو عم تعملوا بالسوق؟ شو عم نعمل بالسوق؟ يعني عم نشتري غراض. بس ماني شايف غراض بين إيديكم. أبي ما لقينا شيء حلو بالسوق، أم أجلنا الغراض لبعدين. شو يا منير افندي؟ ومن ايمتى بتسال كل هاي الاسئله؟ قعدنا مثل حمص الكي، خلاص قلنا لك بالسوق. لا تصدقون يا امي، احنا ما كنا بالسوق. شو قصدك وليش رنه؟ يعني امك كذابه؟ لا تصدقها يا ابي، لا تصدقها، كريمه عم تكذب. يا ابي والله العظيم ماني كذابه. بعرف انه ماني كذابه، بعرف انه امك الكذابه. اسمعي لي، اسمعي يا حقيرة، صبرت عليك سنين وايام، صبرت على ظلمك واضطهادك وتكبرك وعن جهيتك، صبرت على استخفافك فيي، جوزتي البنات وطلقتيهم، قلت ماشي الحال، الا انه تاخديهم على قرني، اتمرمطي سمعتي فيها واتمرمطي سمعتهم، هاي اللي مالي رح اسمح لك فيها بنوب، تاخذيهم على الخان يا خاينه. لك يا خان شو عم تحكي انت؟ انا شو عم بحكي؟ شوفوا يا بنات، اللي حابب يروح مع امه ويقبل بممشى امه يتفضل يروح معها، واللي حابب يضل عندي من عيني هي قبل هي. امشي ندى، امشي روحي معي، خلي هاي الكلبة تعيش مع هذا المجنون أبوها. امشي. أنا آسفة يا أمو، أنا بدي ضل مع أبي، لأنه أبي هو الوحيد اللي رح يعلمني الصحة من الغلط. أنت كل عمرك مانك شايفتيه لأبي، مانك شايفة غير حالك وما بتسمعي غير صوت راسك، وأبي لأنه زلمة منيح فكرتيه ضعيف، بس هو ماله ضعيف، هو زلمه كله أخلاق وبيعرف الأصول. أنت مو شايفة قدامك غير المصاري، المصاري وبس، مو كل شي بالدنيا يا أمي مصاري. إذا الله أكرمك وبعت لك مثل أبي رجال منيح، أنا وأختي يمكن بحياته والله ما رح يبعت لنا غير أبي، فأنا ما ضل لي سند غيره. الله يرضى عليك يا بنتي، الله يرضى عليك. تعي يا بنتي، تعي تعي يا بنتي، تعي لجنبي، تعي يا بنتي. روحي تروح روحك من دفات لوحك. اسمعي اسمعي يا عايبة، انتي طالعة طالعة طالعة. وإن شاء الله العرس بعد شهر. الله يتمم على خير. آمين يا رب. خالة
بعدي هدول المصاري مشان إيمان جهزها. تفضلي سلم إيديك. شوفي بنتي خديهم، وإذا ما كفوكي بتخبرينا فورا مشان نعطيكي كمان. بركة الله والنبي. إن شاء الله بتتهنى يا رب. يلا اسمحوا لنا، خليكم قاعدين لا يمل. إن شاء الله ما منطول عليكم. إن شاء الله. يلا يا مو يلا تقبرني. يلا يلا السلام. يلا سلام عليكم. مع السلامة. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله معكم. شرفتني. يا مو. يا مو أنا تعبانة بفايتي نام. الله يرضى عليكي، لمي هالغراض كله ولا تنسي تجلي الجليات. من عيوني يا مو. تصبحي على خير يا مو. وانتي من أهله. يا مو يا مو خدي هدول خليهم معي. ايه حبيبتي. ما بتقولي لي اياها بس يا جميل، انت ابن عمي وما سابت اخي ببوس ايدك، انا بحبه لعبد وبدي اتجوزه. هلا بشوف بعد اللي حيصير، رح ترجع تقولي اخي. شي ما بتصدق ليكون إيمان عم تكذب عليك. لك يا أمي البنت حلفت لي بالله، حلفت لي إنه مستعدة تحلف يمين معظم على كتاب الله إنه هذا اللي صار. ما بعرف، ما بعرف شو بدي أقول. يعني خطيبتك علم عليها ابن عمها، وإمتى؟ قبل العرس بشهر. لك يا أمي هذا الزلمة شكله بيحبها ومتقدم لها من قبل ورفضته، قام حب ينتقم. لك تخيلي وقت كنا عندهم طلع على الاسطوح عم يتسمع علينا. وشو بدك تعمل بالله؟ ما بعرف. شوف امي، هي البنت ما عاد تناسبنا. بدك تفك الخطبه وانا رح ادور لك على غيرها، فهمت شو عم حاكيك؟ الله لا يوفقك يا جميل، الله لا يوفقك يا جميل، كسرت لي عمري، كسرت لي ظهري، الله لا يوفقك، دمرت لي حياتي، لك يا عابد تركني يا مو، عابد تركني وما سأل فيني. طولي بالك يا مو، والله لا أفضحه بالحارة كله. لك يا أمي، يا أمي أنا اللي رح أنفضع، لأنه ما حدا رح يسأل عن الزلمة، رح يقولوا إنه ذنبه للبنت، يا ربي دخيلة. أنا رايحة لعند مرت عمك لشوف بترضى بهذا الشيء. مرت عمي ما لقيت تروحي غير لعند مرت عمي هالحقودة هي وابنها. معناتها بدي روح الكراكون. أنا رح جن ما بعرف شو صامي. عادي عادي وخليني شوف شو بدي أعمل. شو رح تشوفي؟ فكرة خطيبك رح يقبل بعد هذا الشيء؟ أمي أمي عابد عابد بحبني ولازم لازم يقبل. شو لازم يقبل؟ لك ما في أمل بنوب، لك دفني للأمل وبكرة بتشوفي. يا ربي يا خير يا ربي يا آخ لا يا مو مالي آخذة برد، اللي عم تلعن نفسي يومين ثلاثة.
لا تقولي، الله يخليك لا تقولي. هالحكي مو مضبوط بنوب، روحي العبي غيرها انت وبنتك، جاي تتبدلوا العالم لعمى. تحلف على القرآن انه مو انت؟ ماني مضطر احلف ولا اتحلف، روحي شوفي بنتك هالعايبة مع مين عاملتها. لك هاي بنت عمك ويمكن تكون حبلة منك. شو؟ حبلة مني؟ روحي شوفي مين محبلة حتى تتبدلوا العالم لعمى. ولك عم تفهمك يا رجل يا واطي يا حبيبي اللي بيشرب من دمك. اطلعي لبرا وسدي الباب. الله لا يوفقك. الله لا يوفقك. منك وشو لسه كمان؟ عابد قال انه سيرتنا على كل لسان بالحارة. سيرتنا؟ والله قصدك سيرتي، لانه انا اللي انفضحت مو انتي. انا امك، ولما بيحكوا عليكي كأنه انحكوا علي. بتعرفي شو؟ انا ما بقى فارقة معي، يحكوا علي اللي بدهم يحكوا. اذا عابد ما سأل عني وهو بيعرف اني انا مظلومة. موحى، ما في رجال بالدنيا كلها بياخذ وحده معلم عليها. كيف بعرف؟ بعرف انه ما في رجال بياخذ وحده معلم عليها، اذا كان هالشيء بارادتها مو غصب عنا. لك توكلي على الله يا بنتي، بعرف غصب عنك، توكلي على الله. امشي امشي. شيخي شيخي. نعم يا أختي. داخلي على الله وعليك. وقع أنا وبنتي بمصيبة، ورب الكعبة بنتي مظلومة. تفضلي احكي لي يا أختي. لازم انتقم لشرفي، حتى لو بعد انسجنت أو متت. لازم يا إيمان، لازم ما تسكتي عن حقك، لأنه اللي بيسكت عن حقه بيكون شيطان أخرس. إيه والله والله والله، لو رشيك الويل يا جميل الكلب. لك كنت لاحقني من قرني لقرني، وبس بدك ياني إني أقبل فيك. ولما عملت فيني هديك العملة ما بقى تتعرف علي، وبتقول انه مو انت اللي عملتها. اي والله والله، اي والله والله، غير اني قتلك بايدي، وغير حرق مالي موتك، ويا انا يا انت. هاد انت؟ انا غلطت وجاي اصلح غلطي. انت بنت عمي ومن لحمي ودمي، وما هان علي فيكي، بس امي هددتني اذا بتزوزك ما رح تكتب البيت باسمي. يعني انت بدك ياني؟ انا مو بس بدي اياكي، انا بموت على الارض اللي بتمشي عليها، وانت بتعرفي. فهمنا، يعني انت مستعد انه نكتب كتابنا؟ فورا وعلى حالك، بس عندي شرط. ما فيني شغل زوازي لحتى امي تكرب لي البيت. طيب، بتصير بتنزل علي مثل ما نزلت علي اول مره، مثل الحراميه. قلت لك انا غلطت، وليك جاي صلي غلطي. شو بدك؟ انا جاهز. طيب، فوت على الغرفه استناني، عشان نكفي حديثنا واتفاقنا. رح اعمل قهوه واجي لعندها بلا ما تسمعنا امي ونحن عم نحكي هون. صار.
جواب وسمعتي. لك انا حبيت منك بالحرام يا ابن الحرام. والله لا احرق قلبك والله. والله لا موتك والله. والله يا